Salam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyatihi wa khususan sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami' sahabat Rasulillah ajmain. Ma ila ruhi hababa amina wa rasul hababa Fatimah Zahra wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah radhiyallahu anha wa kullu zawj wa banat Rasulillah ajmain. Sayyidina al-Amd Hamza wa Abbas al-Hasan al-Husayn Sayyidina Ali bin Abdin Ja'far Sadim al-Kadhim Muhammad Bakr Sayyidina Hurayd wa Shalqarani Ali al-Baqi أهل المعالى أهل الوهود أهل البدر إذ مال الرحيم شافي إم غزالي إذ مال الرحيم نواوي إذ مال أرواح للترين سيد المهاجر إلى الله أحمد نساء الرحيم فقه المقدم محمد بن علي بعلى رسول وافر بمحمد بن علي مولى داوي لبي عبد الرحمن شكاو بكر شكران من محضر أبي عبد الله إدريس الأكبر من شكران عبد الرحمن شكاو ووصولي وافر من بكر أدني من عبد الأكبر إذ مال الرحيم بركتنا شي عبد القادر جيلاني ووصولي وافر بركتنا فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وعاقل بن سالم بن حسين بن شيخ أبو بكر بن سالم وعثمان بن شيخ حسويني اللهم إلى رسول سعيد بن إسحاق العمودي عبد الرحمن بن مصطفى قطب الأنفاس الحبيب عمر عبد الرحمن عطا وشيعان بن عبد الله باراس حبيب سالم بن عمر بن حسين بن عمر بن علي بن حسن بن صالح بن عبد الله بن عمر بن صالح بن محمد بن صالح بن حبيب بكر بن عبد الله الحبيب سالم بن أبو بكر عبد الله ثم إلى الحبيب أحمد بن حسن والحبيب عمر بن فوت العطاء ثم الحبيب محمد بن حسن بن مقسم بن محمد الحبيب عبد الله بن مقسم ثم الرحمات المشر شبع قطب الإرشاد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد بن حسن بن عبد الله بن الحداد بن حسن بن سالح البحر الحبيب حسين بن أبو بكر الدراجي عبد الغالب الفلان الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف الحبيب صالح بن حسين بن حسين بن هاني ثم الحبيب أحمد بن محمد محضر وأوصل وأفرز الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ثم إلى روحي أبي سعد الدراجي بن جعفر عبد القادر ثم إلى الحبيب أبي محمد عبد القادر ثم إلى الحبيب عبد القادر بن محمد بن أحمد الحداد ثم إلى الحبيب ثم إلى خاصة الشيخ عبد الرحمن بن علي الدبعي ثم إلى أرواح والدينا والديكم أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم جل وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلانية وكل صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن الصحابة صل على محمد يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن المشايخ ربي صل على محمد يا ربي فرح والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل على يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي صل على محمد يا ربي صل
صلي يا ربي صلي على محمد يا ربي يا سامع دعانا صلي على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي على ربي صلي على محمد يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي على صلي على محمد يا ربي تغشانا بنوري يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم صلي على محمد يا ربي حفظانك وأمانا يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه صلي على محمد يا ربي واسكن لجنانا يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه ربي صلي على محمد يا ربي أجرنا من عذابي يا ربي صلي على يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي على محمد يا ربي هدنا بسعادة وسلي كل مسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي على ربي صلي على محمد يا ربي وقفي كل مؤذي يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي على ربي صلي على محمد يا ربي نختم بالمشفى يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي على ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه سلام عليك زين الأنبياء سلام عليك أقطع الأذكياء سلام عليك زين الأنبياء سلام عليك أقطع الأذكياء سلام عليك أنقى الأذكياء سلام عليك أصفى الأصفياء سلام عليك أزكى الأزكياء سلام عليك كرار السماء
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل اسمي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كوي الغالب الولي الطالب الباعث وارث حمان سالب عالم الكائن والبائن والزائر والذاهب سابق الأفل والمائل والطال والغار ويواحد النادق والصامد والجامد والباهب يضرب بعد الساكن ويسكن بفضل ضريب. لا إله إلا الله لا إله إلا الله حكيم نظر من يعكم والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخان وعظما وعضودا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا ودما بنظم مختلف متراكب مما إن فيك يخرج من بين صلب وترائب. لا لخلقه بسط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب تائبون إلى الله هل من طالب حاجة يرفعون المطالب. فلرأيت خدمك يا من على الأقدام وقد جادوا بالدموع سواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف للنفس يعاقب وابك من القرب إليها حارف فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النار ديون الغيام فقد فصل بالمطلوب وأدرك رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا سبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل يخلق آدم من طين لازب وعرض فخر الأشياء وقال هذا أنبيائي وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. كلا هو آدم عليه السلام قال آدم به أنله على المراتب. كلا هو نوح قال نوح به نجو من المراكب ويحلك من خالفه من أهل العقارب. كلا هو إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم به تقوم حجته على العباد الأصنام والكواكب.
كلاه وموسى عليه السلام. قال موسى أهوه ولكن هذا هبيب، وموسى كليم ومهاتب. كلاه عيسى عليه السلام. قال عيسى يبشر به وهو بين يدي النبوة تلك الحاجب. كلا فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته خلة الوقار وتوجهته باتجان المهابة والافتخار ونيستر على الرأس العصائب؟ قال هو نبي استخرته من لون الخالب، يموت أبوه وأمه ويقفله جده ثم أمه شقيق أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يبعث منتهى ما بين يدي القيامة، في ظهره علامة تدله الغمامة تطيئه السحائب. فجري الجبيلين الذواهب، ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب. سمعه يسمع صرير القلم، بصره إلى سبع اتباك الثاقب. قدماه قبلهما البعير، فأزال ما اشتكاه من المحن والنوائب. آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار، وخاطبته الأحجار، وحنى إليه الجزع حنين حزين النار صلى الله عليه. يداه تدحر بركتهما في المطائم والمشارب، قلبه لا يقفل ولا ينام، ولكن للخدمة على دوام مراكب. إن أوذي يعفو ولا يعاقب، وإن خصم يصمت ولا يجاوب. أرفعه إلى أشرف المراتب، في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب. في موكب من الملائكة يفوك على سائر المواكب. فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين، كنت له أنا النديم والمخاطب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم أرده من العرش قبل أن يبردها الفرج، وقد نالها جميع المعارف. فإذا صرفت تربتها طيبتها منه بأشراف القلب، سعد إليه عروه المحبين على الأقدام والنجائب. صلاة الله ما لهت كواكب، لحمن خير من ركب النجائب. هذا السرى باسم الحبائب، أحز سكر أطاف الركائب. صلاة الله ما لهت كواكب، على أحمد خير ما ركب النجائب. هذا حديث سرى باسم حبائب، هذا ذكر طوف الركائب. ألم ترها وقد بدت خطاها، وسالت من بدا فيها السهائب، ومالت للحما ضربا وحنت إلى تلك
عيد شاكها للحي جاغيب فهمت أمان أمت وإلا فإنك في طريق الحب Hey.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر العاجم والعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأولي الماثل والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإيراد حديثين ورد عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وسيرته مستقيما. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألفي عام، يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته، قال صلى الله عليه وسلم: فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم، وحملني في السفينة في صلب نوح، وجعلني في الصلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار. ولم يزل الله عز وجل ينقذني من الأصلاب الطاهرة
إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاح قاط. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار الأنكعب الأخبار قال علمني أبي التوراة إلا سحرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويتزر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبر الله تعالى على كل شرف يشفون في الصلاة كصفوفهم في القتال قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بخير حساب وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوبهم وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون ربنا وجدناهم أشرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كعلمنا بالكتاب خير أنهم يشهدون الله تعالى خير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه فيقول حق وإيجادي وجلالي لجلد من على صلي بسعادتك من كجب بي أدلهم جنات برحمتي يا عجاج واهر العقود وأصول سير الوجود ما دلق قصر ولا عجاب مجد المجهود وواسفك عزيز أنتي ما غيت من كرم الوجود القول إسارة وأنت المقصود يا أشرف من نال مقام محمود وجاءت رسول من قبلك لكنهم برحمة والعلا لا كسود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أحضروا قلوبكم يا معصر ذوي الألباب حتى أجملكم رئيس معاني أجل الأحباب المحسوس بأشرف الألقاب الراقي إلى هدرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما أن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل يا جبريل في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المسنون والسر المكنون
الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واهتدى الأرض ضربا واستبى سارا وازداد القرش هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة لله تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولم تيل أمه ذر أنواع من فكر وفضله إلى نهاية تمام حمله ولما اشتدى بأطلق بإذن رب الخلق ودعاة الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك Oh.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق ترقا. كان خلق القرآن وشماته الغفران يبصق للإنسان ويبصق باللسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه. وإذا دعي لك الله لم يكن أحد لقدمه. من رآه فرحة هاب وإذا دعاه المسكين أجاب. يقول لك ولو كان مرا وليدبر لمسلم غشا ولا درا. من نظر بوجهه لمن نلس بوجهه كذاب. وكان صلى الله عليه وسلم ليس بقماز ولا اياب. إذا سرب كان وجهه كذا تقمر. وإذا كلم الناس فكان مجنون من كلامه أخلى ثمر. وإذا تبسم تبسم مثل خب القمام. وإذا تكلم فكلم دور يسكت من ذلك الكلام. وإذا تدس فكان المسك يخرج من فيك. وإذا مر بطريق نور فمن تيبه أنه قد مر فيه. وإذا جلس في مجلس باك يتيب فيه أياما وإن تغيب. ويوجد من أسن تيب وإن لم يكن قد تيب. وإذا مشى بنصبه بكأن القمر بين النجوم الزهر. وإذا أقبل ليلا فكان الناس من نوره في أوان الزهر. وكان صلى الله عليه وسلم أجواد بالخير من الريح المرسلة. وكان يرفق باليتيم والأرملة. قال بعد وصيبه ما رأيت من ذي لمة سوداء في خلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا بدرة من غاز كل كمال. ماذا يعبر عن أولاك مقالي. أنت الذي أشرقت في أفق العلا فمغوت بالأنوار كل دلالي. وبك استنار الكون يا عالم الهدى بالنور والإنام والإفضال. صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والآصال. وعلى جميع الآل والأصحاب من قد خصهم رب العلا بكمال. اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين. جعلنا الله وإياكم مما يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمة ورافته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه وأصحابه سالكين على منهجه القويم، اجعلنا من خيار أمتي واسترنا بذيل حرمتي واشرنا غدا في زمرتي واستعمل ألسنتنا في مده ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد راسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة ذنوبا وسترت برداء مغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في سنة ماضية إخوان معنا القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تهرمهم ثواب هذه الساعة وأحباب من بفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور وافقنا لعمل صالحهم يقاسنا له على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مسؤولين وإذا توفيتنا فتوفنا خير مقتولين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير بين. اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مليئة لا نتبع بعدها أبدا واشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله 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 وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وعيد القرآن وسألك الله على وفيدتين إلى أرواح من ذكرت أسماؤه في هذا القرطاس ووالدينا ووالديكم أمواتنا أمواتكم
وجميع من عمر هذا المكان واعتمر به من المتقدمين أثابكم الله. الفاتحة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الحمد إذا ولك الحمد بعد الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى وصل وسلم على سيدنا محمد حتى الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن الكريم وما قلناه من قول لا إله إلا الله وما سبحنا الله وبحمده وما صليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية منا واصل ورحمة منك نازل وبركة شامل وصدقة متكم نقدم ذلك وليه أولا إلى حضرة حبيبنا وشفينا قرة عيوننا محمد بن عبد الله ثم إلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسل ولكل وصحابته وقرابة والتابعين والتابع تابعين لهم بإحسان إلى وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم ما إلى روح سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وسيدنا الحبيب محمد بن علي مولى دويلة وسيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدنا الحبيب أبي بكر سكران وعمر المخضار وأخواتهم الجميع وسيدنا الحبيب سلطان الملأ القطوب الحبيب عبد الله بن أبي بكر الأيدروس وأولاده أبي بكر وحسين والشيخ علوي وسيدنا الحبيب شيخ أبي بكر بن سالم وأقل بن سالم وسيدنا الحبيب أحمد بن محمد الحبشي صاحب الشعب وسيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الجفري مولى الشيخ وسيدنا الحبيب يوسف بن عابد الحسني وسيدنا الحبيب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله باراس وسيدنا الحبيب غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفروعهم
وجميع ساداتنا العلويين والعلماء العاملين مشايخنا في الدين والأئمة المجتهدين والأولياء الكون أجمعين أينما كانوا وكانت أرواحهم، خصوصا إلى أرواح من استمعنا هنا بسببهم الحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب محمد بن حسن العطاس والحبيب عمر بن محمد بن هود العطاس والحبيب عبد الله بن محسن العطاس والحبيب محسن محمد العطاس والحبيب صالح بن محسن الحامد والحبيب حسين بن هادي الحامد والحبيب علي بن جعفر علي دروس والحبيب محمد بن علوي المالكي والحبيب حسن وسلم أبناء أبي عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب حسين ومحمد وسلم أبناء أبي عمر العطاس والحبيب محمد عمر وعلوي ابن ابي عبد الله علي دروس والحبيب عيدروس بن محمد علي دروس والحبيب عبد القادر محمد الحداد والحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف والحبيب فارد بن زين العيدروس والحبيب علي بن عبد الله السقاف والحبيب عبد الله بن صالح العطاس والحبيب محمد محمد الحداد والحبيب ابو بكر بن علي الكاف والحبيب حسن بن محمد الحداد والحبيب عيدروس وحسين وعمر بن احمد العطاس والحبيب حسين بن احمد بن عقيل والحبيب طاهر بن حسين الحامد والحبيب محمد بن حسن علي دروس والحبيب حسن بن علي العطاس والحبيب حسن بن عبد الله العطاس والحبيب محمد فريد بن مصطفى بارك با والحبيب عبد الله بن محسن الحامد الأستاذ أحمد بن عبد الوهاب بن حجي أحمد والحجي عثمان بن يوسف بن حجي حسن ثم إلى أرواح شريفة نور بنت حسن العطاس وشريفة رغية بنت أبي بكر العطاس وشريفة علوية ونور ورغوان بنت أبي عمر العطاس وشريفة مريم وشريفة مريم وعائشة بنت حبيب محمد الحداد وشريفة سلمى ونور بنتين علوي بن سميت وشريفة ميمونة بنت علي الكاب وشريفة سكينة بنت علي السقاب وشريفة نعمة بنت حسن العطاس وشريفة فضل بنت عيدروس بالفرج وشريفة فرحانة بنت عمر العطاس وشريفة نور بنت عبد الرحمن عيدروس وشريفة سعدية بنت علي عيدروس وشيخة ميمونة بنت محمد شاوي وشريفة زينب بنت إبراهيم العيدروس والحبيب أبو بكر بن طاهر مقيبل وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح والدينا وأولادنا وأخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخلاتنا ومشايخنا وأصحابنا وأزواجنا ومحابنا وأهل ودنا وود آبائنا وذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل اللهم نورا يسعى ويتلألا بين أيديهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار وسترا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعلهم من الفردوس على منازلها واكتب لهم من الحسنات أجزلها ووفرها وثقل موازنهم من الحسنات واغفر لهم جميع الذنوب والخطيئات وارفعهم عندك على الدرجات واخلفهم وفي أولادهم ومن انتسب إليهم بالخلافة الحسنة والأقب الصالح اللهم انقلهم من ضيق اللحود إلى جنة الخلود مع المقربين شهود اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض ولا تجعل قبورهم خفرة من خفر النيران اللهم اجعل قبورهم الروح والريحان والفسحة والأمان والعفو والغفران يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان اللهم ارحم تضرعنا اللهم اجبر اللهم اقبل دعاءنا اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الفاتحة بنية الشفاء لشريفة سكينة بنت حسين العدروس وشريفة فريدة بنت عبد الله العدروس. اللهم بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة هذا المجلس المبارك وأسلافنا الصالحين أن يشفيهم شفاء عاجل، شفاء لا يغادر ألما ولا سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت شافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر ألما ولا سقما. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.